السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام خوتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين الأحوال ديالكم؟ كي دوزتوا العطلة ديالكم؟ واللي راه مازال العطلة إن شاء الله، اللهم يسر يا رب الجميع. دائما الجديد معكم وليداتي أخوتي. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا هذا الفيديو اللي هو جديد، هاد الفيديو هذا ديال الطعام السفة اللي كنديروها بالبصيلة مع السلة والدجاج والخضرة اللي بغا درت معها القريعة، درت معها يعني داك خيزو. انتم تبعوا معايا حتى الاخر وغتعرفوا كلشي ان شاء الله. هذا الدجاج بيته في الحامض السودانية والملحة راكم راه معروف، ورقدته ودابا غسلته ودرته هنا. غادي ندوز دابا ندخل على بركة الله، غادي نشرملو هنايا. كاين الزويته بلديه بحال هكا، كاين المليحه شويه على حسب الدقي شويه، كاين البزار، كاين السكنجبير، كاين الخرقوم. ها نتوما كتشوفوا اخوتي هادشي اللي كاين، كاين حتى حاجه اخرى دابا غادي. هذا هو الدجاج اللي غسلته وجدته هنايا، 10 ديال الدجاجات. عندي واحد الصداقه غنديرها في سبيل الله، تبعوا معايا اخويا. هذه هي الطنجره اللي غادي نطيب فيه. دابا غنبدا على بركة الله، غادي نصرمل الدجاج وغادي نحطو هادشي اللي كاين. الدجاج ديال الطعام ما كيحتاج لا ثوم لا شي حاجة أخرى زيادة. هنا غادي تشوفوا معايا الطريقة. الدجاج ديالي هو هذا اللي شرملتو بهاد العطرية فقط، ثلاثة د الحوايج: البزار، السكنجبير، الخرقوم. دابا غنضيف عليه واحد المعلقة ديال الزبدة. غندير جوج ضمات ديال الكنور ديال البنه ديال السمن، وغادي هنا وصافي. ودابا غنبقى نشوف الدجاج ديالي هو كيغلي، غادي نشوفو كي راه داير. كنتقوه هكا باش ما كيتنفخ ويتفرقع عندنا، كنخليوه كنتقوه هكا باش كيبقى مزيان. وواحد الحاجه اخرى، ما خصناش نغطيو الطنجره باش نردوه يطيب، ما خصناش نغطيوها، نديروها يعني مغلقه بزاف، خليوها مفجة باش ما الدجاج كيتفرقع. هذه هي السر ديالها الطياب هذا. دابا خليوها يطيب ان شاء الله ونتلاقاو. بعد ما طاب الدجاج ديالي هو هذا، غادي نحيدو، نحيدو بشويه بشويه، نحطو هنايا. ومن بعد ملي كنحطو نحيدو ونحطو داكشي، فاش كنجي غادي نغدي الناس غادي نحمرو، غنحمرو في الزيت باش كيجي اللوين ديالو محمر زوين. هذا هو الدجاج ديال اليوم، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اخوتي. مرحبا بكم العيال لهاد القناه هذه. كنت مشغوله شويه، عندنا شي حد من العائله مريض شويه، الله يشافي الجميع، وداكشي باش ما حطيش الفيديوهات في هاد الايام هذا. طلب الله الشفاء من عنده لكل واحد، لوليداتنا ولينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. عطلة سعيدة أخوتي، وإن شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير. واللي جا مسافر مع لبرا الله يجيبو على خير وردو البليصة ديالو على خير، واللي كان هنا كذلك والله يلاقينا بشي ساعات الخير إن شاء الله. هنايا جبت الطعام، هنا عندي 12 كيلو ديال الطعام، جبت خنشة 10 كيلو و 14، استغفر الله، 14 كيلو ديال الطعام، 10 كيلو خنشة، وجوج ميكات ديال جوج كيلو، هي 12 كيلو. وغادي نفورها بحال هاد كبين على 10 طبالي إن شاء الله. دابا رديتو داك الطعام الرقيق اللي كيجي مع السفايا، كيجي زوين. هو هذا كان نعاودو دابا، هذا فزكتو، عاد فزكة الأولى، غادي نفورو. ضروري خصنا البانيوات كبار باش كيهزك الكمية اللي تحتاج. هنا درت الكسكس راه يفور، بقى لي هاد الشوية هادي، أييه. وهذا عاوتاني عاد راني فزكتو هنايا. وهذا هو الغدا ديال اليوم إن شاء الله، اللي غادي تمروا معايا وغادي تعرفوا حتى اللخر إن شاء الله، وكيجي بنين صراحه. درتها هكا باش يبقى ليني الذكرى، والمشاهدين العزاز اللي مش على هذه ما حطيت والو ديال الشيء ديال الطياب. انت راه مازال ما كنشرف فيه شويه، مازال خصو الماء.
تبارك الله ما شاء الله، راه الكميه كبيره ديالها دايره على حسب 10 ديال الطبالي ولا اكثر، ولكن تبارك الله الطعام كيزيد. هنا دابا ساليت الطعام ديالي، غادي نستمر دابا في هاد الصغاب. دابا انا غادي نبدا نطعم. هنا درت هاد الربعه الاول، كندفع بالربعه بالربعه. غادي دابا نبين على حسب داك معاكم، على حسب ده التصوير، على حسب ربعه ديال الطباصل. هنا داين ربعه سقدتهم وصوبتهم هكايا، يعني الطباصل الكبارين ديال النمره 40 بحال هكا اخوتي، نتوما كتشوفوا انا سقدتهم. ودابا غندفعوا ان شاء الله هاد الربعه، عاوتاني ندفعوا ربعه اخرين ونكملوا داك التعاجوج في التالي. هي 10 ديال الطبيلات، والله يتقبل هاد الصويديقه اللي درنا، الله يتقبل ويتقبل جميع المسلمين اللي دار شي حاجه في سبيل الله. الله يجعلها ميزان حسنات ديالو يا ربي العالمين. وهذا هو الشكل ديالي انا ديال الفيديو ديال اليوم، الشكل النهائي ديال الطبيصلات ديالي. وبالصحه والراحه، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله، يجي خفيف على القلوب. ودخلوا عند المهمه فاطمه وشجعوها. هنا غادي نزيد شويه ديال البصله المعسله مع الزبيب، وغادي ندير فوق منها شويه ديال اللوز كما الطباصل الاخرين. غادي نستمر معاهم كلهم حتى نساليو ان شاء الله. وبالصحه والراحه للجميع، ودائما جيم، ودائما دخلوا عند المهمه.